نطير بسرعه لتونس ومع مراسل قناه النادي الاهلي زميلي امير هشام. امير برحب بيك. ليك يا كابتن شادي وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا في هذه اللحظات وصل فريق النادي الأهلي لفندق الإقامة بعد أداء المران اليوم، ويمكن هو كان مران مهم جدا بالنسبة للجهاز الفني وللاعبي الفريق في إطار الاستعداد للمباراة الهامة والمصيرية المقبلة أمام فريق النجم الساحلي في مشوار النادي الأهلي الأفريقي وبالتحديد في نصف النهائي. لكن خليني بالتحديد أتكلم عن مران النهاردة يا كابتن شادي. يمكن طبعا النهارده مران كان مهم جدا، كان في بعض الجوانب البدنيه، بعض تدريبات الكره القويه، وايضا بعض الجوانب التكتيكيه الهامه جدا جدا اللي كابتن حسام البدري ركز عليها خلال المران النهارده. ومن الواضح ان كابتن حسام خلال التدريبات سواء النهارده او امبارح او اول كان مركز على الجوانب التكتيكيه قبل السفر لمدينه سوسه وهي معقل فريق طبعا النجم الساحلي. فبالتالي كابتن حسام من ناحيه التكتيكيه كان مركز بشكل كبير. خليني ايضا الفت النظر لكل جمهور النادي الاهلي، يمكن التدريبات مدتها بتبقى طويله شويه، يعني خلينا اقول لك ان احنا في شبه معسكر اعداد للموسم الجديد، وده يمكن شيء جيد جدا وكان قرار جيد جدا من الجهاز الفني بالاستمرار هنا في تونس للاستعداد لمختلف المشاركات اللي هيشارك فيها النادي الاهلي سواء دوري ابطال افريقيا ومباراه نصف النهائي او ان شاء الله بطوله الدوري ايضا طبعا المصري في ما هو قادم. لكن بتحديد بالنسبه لمران النهارده طبعا كان في جزء مع نهايه المران تقسيمه قويه جدا شارك فيها جميع اللاعبين، لكن الخبر السيء او الخبرين السيئين بالنسبه للفريق النهارده هو اصابه كل من حسام عاشور واحمد الشيخ لاعبي الفريق. يمكن النهارده خلال التدريبات كان في طبعا حماس كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، ده ادى لاصابه حسام عاشور اثر تدخل طبعا قوي من صالح جمعه، ده طبعا ناتج عن الحماس الكبير طبعا المتواجد فيه او اللي بيعيشه لاعبي النادي الاهلي في هذه فترة قبل المباراة الهامة جدا امام فريق النجم الساحلي. بالتالي حسام عاشور ما قدرش ان هو يكمل المران، طبعا بسرعة نزل له دكتور خالد محمود اطمن على رجله. طبعا حسام ما قدرش ان هو يكمل المران خالص، هو يمكن عنده كدمة قوية شوية في اسفل الركبة، يعني تقريبا في القصبة تقريبا كدمة قوية شوية بالنسبة لحسام عاشور ما قدرش من خلالها ان هو يكمل المران، لكن لسه هنطمن على حسام عاشور ونشوف طبعا تطورات الحالة هتكون ايه من خلال دكتور خالد محمود. بالنسبة لاحمد الشيخ، احمد الشيخ ايضا خلال التقسيمه تعرض لكدمه قويه في اسفل الظهر، وده نتج برضو ان هو ما قدرش ان هو يكمل مران الفريق النهارده. ايضا هيتم الاطمئنان على حاله احمد الشيخ بالنسبه للدكتور خالد محمود او من خلاله ان شاء الله، عشان نتمنى اكيد ان هم يقدروا يرجعوا للتدريبات الجماعيه في اسرع وقت يا كابتن شادي، وان يكون 25 لاعب متاحين للكابتن حسام البدري طبعا قبل مباراه مهمه زي مباراه النجم الساحلي. لكن فيما عدا ذلك جميع لاعبي النادي الاهلي جاهزين بشكل كبير، ادوا تدريبات قويه بشكل جيد جدا، واضح طبعا الجدية الكبيرة في تدريبات النادي الأهلي. لكن ده طبعا كانت أبرز ملامح المران النهاردة. خلينا أقول لك أيضا أن في هذه اللحظات اللاعبين وصلوا فندق الإقامة، هيتم تناول وجبة العشاء، بعديها بحوالي نص ساعة هيكون في محاضرة للكابتن حسام البدري. النهاردة كان في محاضرة أولى صباحا بعد وجبة الغداء، هيكون في محاضرة أخرى محاضرة تانية النهاردة للكابتن حسام البدري مع اللاعبين، وأكيد هتكون المحاضرة من ضمن المحاضرات مهمة في إطار أيضا الاستعداد وكشف كل ما هو كل صغيرة وكبيرة بالنسبة لفريق النجم الساحلي قبل هذه المباراة الهامة. وطبعا بكرة هيتم التحرك إن شاء الله لمدينة سوسة وبالتحديد أحد الفنادق هناك لطبعا الاستعداد لهذه المباراة. خلاص تم حجز الأوتيل الخاص طبعا بفريق النادي الأهلي في مدينة سوسة من خلال كابتن سيد، يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن أو كابتن سيد عبد الحفيظ بالتحديد من خلال يومين أو ثلاثة فاتوا قدر ان هو راح بعد طبعا مباراه الترجي مباشره، راح وطبعا انهى كل اجراءات الاقامه وايضا ملاعب التدريب وكل ما يخص فريق النادي الاهلي طبعا. لكن ان شاء الله الاستعدادات كلها بشكل جيد جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. بالنسبه لحسام عاشور واحمد الشيخ نتمنى ان هم يرجعوا في اسرع وقت. في المقابل خلاص سعد سمير زي ما اكدنا من امبارح، سعد سمير اصبح جاهز جدا للمشاركه بنسبه كبيره، هو هيعود بشكل اساسي في المباراه المقبله وهيجاور رامي ربيعه طبعا في خط الدفاع. بشكل عام كل الامور ماشيه بشكل جيد، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. كابتن شادي لو في اي استفسار اتفضل.
امير، اللي انا عايز اعرفه منك بكره، انت قلت لي الفريق راح لسوسه، هيبقى التدريبه هتبقى في تونس الاول، في تونس العاصمه، ولا لما يسافروا التدريبه هتبقى هناك في الملعب الجامعه؟ اعتقد طبعا تجنبا للاجهاد يا كابتن شادي، هيكون في مران الساعه 4 عصر هنا في تونس في العاصمه، وبالتحديد في ملعب الجامعه اللي كان عليه مران اليوم، وايضا كان هي اول مران للفريق هنا فور وصوله لتونس قبل مباراه الترجي. فبالتالي الجهاز الفني يعني فضل عشان يكون في عدم اجهاد بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، يكون في مران الاول، هيكون بالتحديد في تمام الساعه 4 عصرا بتوقيت تونس، 5 عصرا بتوقيت القاهره. بعديه ان شاء الله هيرجع الفريق لفندق الاقامه، يتم تناول وجبه العشاء، وبعديها ان شاء الله الفريق او البعثه بشكل عام كلها هتتحرك لمدينه سوسه طبعا ليلا عقب المران وعقب العشاء، عشان يوصلوا ان شاء الله ويتم الاستعداد من اليوم التالي مباشره ان شاء الله للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي، من خلال اكيد تدريبات هتكون مهمه سواء يوم الجمعه او يوم السبت ان شاء الله، استعدادا لهذه المباراه اللي هتكون يوم الاحد في تمام الساعه 6:30 بتوقيت تونس، 7:30 بتوقيت القاهره. دايما قبل المباراه المهمه بسالك سؤال مهم، انت انا عارف اللي انت في فندق الاقامه، عارف اللي انت معاهم في التدريبات، وده بالنسبه لنا الاهم، وبدون دبلوماسيه ده الاهم اللي احنا نعرفه. اكيد بتقعد مع اللاعبين بتسمعهم، المباراه مهمه جدا جدا، الكواليس ما بين اللاعبين ما بينهم وما بين بعض بيقولوا ايه يا امير؟ طبعا خليني اقول لك يا كابتن شادي، يعني هو كلام اللاعبين كلهم مع بعض سواء اللاعبين وايضا الجهاز الفني، ان هم خلاص وصلوا لمرحله مهمه جدا في البطوله، خلاص ناقص خطوه ان شاء الله هي خطوه النجم الساحلي والنادي الاهلي يقدر يوصل للنهائي من خلاله ان شاء الله يتوج بهذه البطوله. فبالتالي هم مركزين بشكل كبير حتى في كلامهم وما بينهم بعض، ان هو خلاص احنا لازم ما نقديش اداء اقل من الاداء في المباراه السابقه، بالتحديد امام فريق الترجي. يمكن الفريق ادى اداء جيد جدا في مباراه الترجي، قدر ان هو يفوز سواء بالنتيجه وبالاداء طبعا 2-1، وكانت مباراة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. لاعبي النادي الأهلي عندهم إصرار كبير جدا يا كابتن شادي إن هم ما يقلوش عن هذه المباراة، ويأدوا أداء زي مباراة الترجي ويمكن أقوى إن شاء الله خلال مباراة النجم الساحلي، خصوصا إن احنا عارفين الأجواء في النجم الساحلي أو بالتحديد في مدينة سوسة مختلفة شوية عن ملعب رادس بالنسبة لفريق الترجي التونسي. فبالتالي هم عندهم إصرار كبير إن هم يواصلوا هذا المشوار الأفريقي، إصرار كبير إن هم يفرحوا كل جمهور النادي الأهلي، خصوصا إن الفريق السنه دي قدر ان هو يحقق بطوله الدوري وبطوله الكاس، ناقص لهم ان شاء الله بطوله دوري ابطال افريقيا عشان تبقى ثلاثيه يمكن تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي، بقالنا كتير جدا يا كابتن شادي ما حققناش ثلاثيه طبعا من خلال بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي ايضا هي بطوله دوري ابطال افريقيا احد البطولات المهمه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. فبالتالي لاعبي النادي الاهلي دايما كلامهم ما هو التاكيد على الاستمرار في المستوى اللي قدموه خلال الفتره السابقه، وان شاء الله استمرار في هذه البطوله، وان شاء الله التاهل للدور النهائي، وبالتحديد طبعا على المباراه المقبله هم عايزين ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه، ولا سيما لو هي الفوز. طبعا الفوز اكيد هيكون او هيدي اريحيه بشكل اكبر لفريق النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه العوده، وده اللي ركز عليه الجهاز الفني مع اللاعبين خلال المحاضرات وخلال الاجتماعات ما بينهم وما بين بعض، وده اللي اكيد بنتمناه ان شاء الله النادي الاهلي يؤدي اداء جيد في المباراه المقبله، وتكون في نتيجه ايجابيه مهمه، والاهم طبعا ان احنا ان شاء الله نحرز هدف عشان يكون في اريحيه ان شاء الله في مباراه العوده، ومن خلالها يقدر النادي الاهلي يتاهل للدور النهائي من هذه البطوله. كابتن شادي هسالك سؤال شخصي، انت وشك مجهد، انت كنت نزلت التدريب معاهم النهارده ولا ايه؟ ما تنزلش؟ لا كان نفسي انزل بصراحه، يعني كان نفسي انزل التدريب، اكيد ده شيء وشرف كبير جدا الواحد مرن في تدريبات النادي الاهلي. طبعا اكيد نتمنى لكل اللعيبه يا كابتن شادي، هم عندهم اصرار وحافز كبير جدا في التدريبات، خليني اقول لك الواحد لما بيتفرج عليهم وهم بيتمرنوا بيبقى نفسه ينزل يباصي كوره، يشوط كوره، الكلام من ده، لكن طبعا اكيد هم بنتمنى لهم التوفيق خلال هذه المباراه، بنتمنى لهم ان شاء الله ان هم يؤدوا اداء جيد يا كابتن شادي، خصوصا ان في اصرار
كبير جدا عندهم ان شاء الله ان هم يحققوا البطوله دي، وخصوصا ان هي غايبه بقالها 4 سنين بالتحديد عن النادي الاهلي، عايزين نرجعها للدولاب بقى ان شاء الله عن طريق النادي. زميلي امير هشام.